تدخل داخل مو قاعد داخل مش خارج في راسك بلاستيك ايش بلاستيك ايش جمال ايش ممنوع حمل مشروبات كحولية داخل عربية القطار ها؟ يجي لم دخول أجهز دخول كرام خضر فيه سير وصغير يجي لم دخول سمح الغدسة تتكبر الموتور ليلي عاشبوي 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 ممنوع عاشبوي هنا مواطنين هنا صغار هنا عمال عمال جي تصيف عمال كذلك هنا مظاهر تخلنا بالأدب العام وبالأمن العام وكل شيء هنا مظاهر غير لعقة هنا أخوي بتعملت هون في دارك في بار هنا أماكن مخصصة لها ها مش في تراها طلع بيوم في سايف وكذا كذا هاي بيس هاي بدي ليه يا مريدو هاي بيس ها؟ قديش عمرك انت؟ 16 16 سنة وانت قديش عمرك؟ 17 شو تعملوا انتو مسوز هنا؟ بشكل دخان بشكل دخان بشكل دخان يا شو؟ ها؟ بشكل دخان مع اصحابي انا يا مصحابك شو باكو دخاني في دي كذا؟ بتاع اصحابي 16 سنة في يدك باكو دخان واصحابي وجاي عريانة لهنا عش بنتي؟ ليه عاش بنتي هذي البس تاع بحر هذي مش تاع دور بيه المواطنين وانت هذي عليان ليه ولاد ما تقوليش ليه يا عاش ولدي ما تقوليش الواد هالساكن هالساكن يهمنيش انا في هذا كل تو 17 16 سنين فيديكم دخان وكذا شنو الهم هذا؟ عندناك المزروب هاي هذه 350 واط واسمع قوية مش عنده ذيه ولا سكر ذيه مشالش سكر عالسكر ذيه وين كنت قاس تربي انت؟ مش تعوم في حق الواد في بالك بروحك رشرشي انت تعوم في بالي بروحك هذي شنو هذا؟ تعم بيه هذي بس جاي تعوم مش تعم بيه تعوم بمقصر نعم بيه هاي مش مشكلة هي مش مشكلة ايه واضح وش يقع تقديمها المركز حرق الويل يقع تقديمها المركز حرق الويل مش هذاك لبس الازرق اللي هبطت وين؟ ايش؟ مروان ليه؟ ليه؟ اللي على اليمين شرط لازم اللي هبط وهاوكا اللي على اليمين رنجرت حرق الويل انت ولا مش كنت يذ هذاك هذاك قاعد مع ملهني انا مع الاولاد مش قاعد تعمل مع الاولاد غير قاعد إيه شعبي خالع البيب بكتفك وتقولي قاعد مع الاولاد والله ما نكذبش عليك ها سامح هاي. انت راك جيت يا مالك قلت لي سعد والله تعجب اعطيني اعطيني هذا هلا غالب سامح ها سامح انت ولا مش بالعاني مش بالعاني انا حل البيب مش بالعاني سخنت هلا سخنت تو سخنت بقدر الله تيح مو سلامتك انت والله انك في سلامتك مقطوع عليهم والله راني اسمع اسمع هي على صوت خفيف هاي خوي هاي بس ترى هذه فودكا نزيل هذه البيرة هاي هذه عائلات بجيت بحر هاي
هزو غادي هزو غادي يا يمكن وليش حال البيض؟ حال البيض كنتي حتموت تو اخفش كنتي حتموت ها؟ يا سامحك راني خايف عليك انت كنتي حتموت انت جاي اش تعمل هنا؟ جاي باش تبحر وتروح هي وكنتي وتقعد تترى نورمال وقعد عادي بحر وروح مش لازم انك انت باش تحل البيب وتخلعهم وتطيع وتعملهم كل تو هكا باهي تو هكا باهي تو عايش خويا هذه طالع في فراع عموم مع ناس مع عائلات شوف عايش خويا طالع مع عائلات فما نساء فما صغار فما بنات فما كذا فما اولادنا فما نساء عائلتنا كنا عائله لا كل عائله عائله في بعضكم اسمع كذا ما سامحني سامحني هي نحطكم في صوت هنا هذوك عندهم تكييف تاعهم زيد لا اسمعني امور قانونيه اسمعني عايش خويا امور قانونيه التكييف تاعهم تهزوا معك لدارك دارك حتى حد ما طلع عليك تاخذ لهم تاكسي حتى حد ما طلع عليك عندك رابطه خاصه ما عندكش فما تاكسيات تطلع بهم في نقل تطلع بهم في تران تطلع بهم في مترو تطلع بهم حتى حد واضح خويا غالي؟ ايه عندك تعرف تاكسياتنا بتاع تقدر تاك وين؟ عند الزملاء عند الزملاء بتاخذ وين يا باشا؟ فلوسي ما لقيتهمش تليفوني انت بيرا وريحة الشراء بتعطعت تليفوني وفلوسي ما لقيتهمش هذا شبيه فلوس وتليفونك يا اخي الاهتمام بالفلوس والتليفون هذوما عرايا وذي دار كنت في المركز يا كنت في المركز ولا وين المركز كنت فيه؟ المركز حق الواد هذا علاش كنت فيه المركز هذا؟ المركز هذاك هزوني بالكزو هزوك بالبيرة معناها؟ ايه فكوا لك البيرة ايه هذاك لازم يفك لك البيرة ماهوش كيفاش تفك لك البيرة كلهم رايحين نتراو نروحوا ما عادش نعملوا منين انتم؟ ملاسين كنت وليت عامل حبه غادي هي مزايد شنو عامل حبه ما تكلمنيش في المزايد واحد بركه واحد انا فهم واحد ما تكلمنيش والله نتكلم واحد مع حدا جن مش فيك تكلموا نفكوا التليفون ما لقيتوش 40000 حرام ها؟ وليت تسكر ما يشرب تليفون غايب يلا حل ستوش كويتو قلت يا مكتا ميسي حلو هاتو سمعتني؟ لا لا تدك شو؟ خلاص نمشي معك وحتى الجنة وعشنو ما عندي شيء خطر ما نعمل في شيء انت بيرا وكهو وعمل حظبة اتنام زيد وكهو مريقل حتى بيرا وما عملت حتى شيء وما نعمل حتى شيء في الدنيا لقد سيف يقف بالجدير لقد سيف يقف وحكي بالجدير ويقف بالجدير واضحين هنا مريقل حتى وانت معك مسلوب بذاني بيت فخلي راح تخلي مسلوب بذلك مريقل ليه هاي حكيت معك انا مش نحب نعمل ونحبش نعمل نحترم روحك نحترموك ما عملنا شيء نحترم روحك في الحديث مش نحترموك نحترم قلت شي كلمه انت عملت لايب قاعد غادي حظبه وكلام زايد وترابريك فلوسنا نحكوا على فلوسنا ما تحكي على فلوس وترابريك مش ما تقولش كلام زايد قدام العباد هذا يستوش كلبس واضحين هنا ما عندها فلوس باش مسيبه الدنيا يحكي بتربي تحكي بتربي تحكي بتربي ما تغش على فلوسي توعد ليه تغش على فلوس ما ترابريك باش تقولوا فلوس خليها شكون فكر لك فلوس سرقونا فلوس التليفون يعزوني ضيعته في البحر شنو يعزوني المركز ما انا ما فماش لسه كوش التليفون شنو ترابريك وكلام زايد وعباد متعدي وكذا وما علينا الواحد هذه نظافه نتاعك واحد انا كل الناس كل نظافه مش نظافه بالنسبه ليها تعمل فيها مش تاع انسان نظيف تو جاب ربي ولدك اهو اسمعني ولدك هذا ولدك هذا جارك هز معاك هذاك ولدي فاهمني جارك هز معاك غلط ولا مش غلط اعطيني الصحيح غلط ولا اي ما تخاف عليه تبعده على البيب راه غلط ولا مش غلط شوف برا مش راه نسامحك نهار اخر الله لا يقدر كان يجي تحت التراء مش يرحموا التراء انا نرحمه اما التراء ما يرحموش راني انا نرحمه خلنا لحظه بابا خلينا نشوف الساعه حاليا معناها ما زالت متواصله الحمله الامنيه المشتركه اللي معاه معناها اعوان حمايه وسائل النقل وشرطه النجده باش معناها اي مواطن باش ياخذ التراء يكون امن هذه الغايه نتاعنا وباش تكون معناها عطله امنه وباش معناها نقضوا على الظاهره نتاع خلعان البيبان وحل البيبان باش نتصدوا العمليات معناها البركاجات فهمتني ولا داخل وسائل النقل العمومي وكما تشوفوا معنا كما كنتوا تشوفوا معناها اللي منع زاد نقل معناها المواد الكحوليه داخل وسائل النقل العمومي
فهمتني؟ وما زلت متواصل الحملة حاليا، ما زلنا متواصلين، شدينا الشراب، شدينا معناها الـ 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 معناها البومبا غاز كيما كنت تشوف فيها البومبا غاز هذيك، كيما معناها الآلة الحادة ومواد المخدرة، فهمتني؟ معناها نقضوا على أي ظاهرة مخلل للأمن العام نحبوا نقضوا عليها.